طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الثاني من شهر أيلول للصف الثالث مادة اللغة العربية. سنبدأ يا أحبائي دي الجولة الأسبوعية على ماذا سيتم إعطاؤه خلال هذا الأسبوع. سنبدأ يا أحبائي بإكمال ما تعلمناه في الأسبوع الأول من شهر أيلول. سنكمل بالقراءة. القراءة تم إعطاؤها على مدى حصتين من خلال قراءة القدوة ومن ثم القراءة التفسيرية. سنبدأ بمراجعة الاستماع والمحادثة وثم سنذهب إلى القراءة التفسيرية من خلال التعرف على الكلمات والمفردات الجديدة والتعرف على أضدادها والتعرف على معناها ووضعها في جمل مفيدة، وثم سيتم عرض صور يقوم الطلاب بالتعبير عنها من خلال هذه المفردات الجديدة، ومن ثم سنتعرف على الفكرة الرئيسية من الدرس. أيضا سنقوم في هذا الأسبوع بعمل اختبار تشخيصي لقياس مستوى الطالب من خلال ما تم اكتسابه في السنوات السابقة وما نتأمله في نهاية السنة، حيث يكون هذا الاختبار التشخيصي يقيس مستوى الطالب خلال الفصل الأول في بداية الفصل الأول ويتم إعطاؤه مرة ثانية خلال بداية الفصل الثاني. أيضا خلال هذا الأسبوع سنتطرق إلى مهارات كتابية ونحوية من خلال همزة الوصل والقطع وأنواع الهمزة. أيضا لدينا هذا الأسبوع يا أحبائي مهارة التعبير الكتابي من خلال التعرف على المقدمة والعرض والخاتمة، بحيث نوظف الكلمات والمفردات الجديدة التي تعلمناها في جمل مفيدة تامة المعنى، واستخدام هذه الجمل المفيدة في كتابة فقرة بسيطة لا تتجاوز الثلاثة أسطر، طبعا مراعين استخدام أدوات الربط. أيضا يا أحبائي سنتطرق إلى الهمزة وأنواعها مثل أمل مساء ملؤها في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أيضا نتطرق إلى همزة الوصل والقطع سماعي وكتابي. أيضا هناك يا أحبائي خلال هذا الأسبوع مهمة بحثية، هذه المهمة تتعلق بوحدة البحث التي نتطرق لها، وهي نتشارك الكوكب من خلال طرح الأسئلة وما تعلمناه من خلال هذه وحدة البحث. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذا الشرح المفصل حول مهارات اللغة ومهارات مادة اللغة العربية. أيضا سيكون لدينا بهذا الأسبوع تقييم للنصوص الإملائية التي قمنا بالتدرب عليها خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول، وسيتم خلال الأسبوع الثاني أيضا عمل وتخصيص وقت للتدرب على فقرة الإملاء لتكون سهلة على الطالب عند إملائها خلال هاي الحصة، وسيكون بداية الحصة مراجعة عامة لفقرة الإملاء، ومن ثم بعد الانتهاء منها سيتم إعطاء تعبير. أيضا سيكون لدينا أيضا تدرب على القراءة والكتابة الإملائية. القراءة سيتم تخصيص وقت من كل حصة للقراءة، قراءة الدرس المخصص في هذه الوحدة. سيتم قراءة القدوة ومن ثم قراءة الطلاب المجيدين ومن ثم قراءة باقي الطلاب، ويكون هناك تقييم للقراءة لهذا الدرس. طلابي أحبائي، أشكر لكم حسن استماعكم. ألقاكم في الأسبوع الثالث من شهر أيلول. دمتم سالمين وإلى اللقاء.